هاو في بالك هاو في بالك. مرحبا، كنت حكيت لكم مقبل على مسؤولية الأم على أفعال ابنها الذارة. اليوم مش نحكي لكم على مسؤولية الأبوين المشتركة عند قيام العلاقة الزوجية بالنسبة لفعل الأبناء الذار. وتعرضنا إنه القانون عطاهم الاثنين واجب حسن تربية الأبناء ووجوب تحليهم بالأخلاق الفاضلة واللي تعني تنمية الوعي عند الصغيرات باحترام والديهم ومحيط العائلة ككل ومحيط الاجتماعي زيادة. وبالتالي فإن المسؤولية بالتضامن واضحة من واجب التربية مشترك، والمفهوم هذا ما يتناقضش مع مفهوم الولاية اللي هي للبو في القانون التونسي، واللي الأم ما تنتقل لها الولاية إلا إذا توفى البو ولا فقد الأهلية متاعه. وفي صورة وفاة الأب زادة فإن الحضانة تنتقل للأم اللي تولي عندها صفة الولاية على أبنائها القصر اللي ما يبلغوش 18 سنة، وتنتقل لها زادة الحضانة بمقتضى القانون، وهذا حسب الفصل 67 مجلة الأحوال الشخصية اللي تقول إنه تعد الحضانة عند وفاة أحد الزوجين إلى من بقي حيا من الأبوين. تنتقل الولاية زي ما قلنا بصفة آلية عند وفاة الأب، وهذا تبقى للفصل 154 مجلة الأحوال الشخصية. أما أحكام الفصل 93 مكرر من مجلة الالتزامات والعقود ما تعرضتش لمسؤولية الأم على الفعل الضار الصادر عن ابنها في حالة وفاة الأب، لأنه الفراغ هذا ما يضرش، من أنه واضح أن الأم هي اللي مش تتحمل مسؤولية بصفتها أصبحت الولية الشرعية للأبناء وبصفتها الحاضنة زادة. وهذا إذا كانت توفرت شروط قيام المسؤولية وهي الضرر والفعل الضار والعلاقة السببية بيناتهم، مع العلم أنه القانون التونسي معطى الولاية للأم كان عند وفاة الأب، وبالتالي الولاية ما تنتقلش بالطلاق. الأبناء رحمة من عند ربي والتربية مهمة، وهي رسالة عطاها لنا باش نتحاسبوا عليها قانونيا واجتماعيا. وما بقالي كان ندعي باش ربي يصلح الذرية، وإن شاء الله نهاركم زين وفي أمان الله. هاو في بالك هاو في بالك.